مرحبا مرحبا هاي المرحلة تتكون من جزئين. بيتضمن الجزء الأول على 5 ورشات فنية، كل أسبوع ورشة مع فنان مختص. أول ورشة كانت الميكست ميديا، استخدمت دانا أداة صوت الصورة التشاركية، من خلالها قام الأطفال بتعريف، تمثيل ومحاولة التفكير في حلول لتحسين الحي. في ورشة الألوان المائية بلش فراس بتعريف الأطفال على دائرة الألوان ومبادئ دمج الألوان وتكنيك التلوين بالألوان المائية. كل طفل رسم ولون أكتر جزء مهم بالنسبة له. بدأت ورشة حسين للخط العربي بلمحة تاريخية عن الحروف العربية وجلسة تدريب على خط الرقعة والخط الديواني. الجزء الثاني من الورشة كان عبارة عن حوار عن الحياة الاجتماعية والمكانية في الحي. كل طفل اختار من الحوار كلمة بتعكس نظرته للحي وكتبها بخط وألوان من اختياره. أما بالنسبة لورشة التصوير، بدأت لينا بتمرين كتابة صوري، ركز على أهمية التفاصيل في الصور. بعدين تم تعريف الأطفال على كاميرات مختلفة لحتى تبدأ الجولة الاستكشافية في الحي. الورشة الأخيرة كانت ورشة التصميم والبناء مع أحمد. في هاي الورشة عرف أحمد الأطفال على تصميم مقعد لأنزو ماري اللي بتبع طريقة التصميم الذاتي. بعد ما عرفوا المشاركين كيف يقرأوا المخططات ويستخدموا الأدوات، بنوا المقعد وصندوق بريد لجمع البطاقات البريدية بالمرحلة الجاي. بعد ما خلصوا كل الورشات، قامت سارة بتجميع كل الأعمال الفنية تعون الأطفال عشان تعمل منهم بطاقات بريدية. الجهة الأولى من البطاقة عليها العمل الفني للطفل، والجهة الثانية عليها رسالة للمجتمع تطلب منهم يشاركوا قصة عن مكان معين بالمدينة. كأي يوم حلو من أيام عمان الحلوة، يتحرك فريق مدربين أرك فيجن وبكل طاقة وحماس لمكان الأوديشن. وهناك أجود شباب بكل حماس حابين يكونوا جزء من البرنامج أو التدريب اللي حيصير. كان الجو حلو ومليان طاقة من طاقة شبكتا. ومع إنه كان يوم طويل، بس انبسطنا إنه تعرفنا على شباب مبدعين. بنشوفكم بالمرحلة القادمة. كونوا مناع. كل يوم بفتح دفتر بحكي خلص أكبر، بمل من المدينة فبشتاق لكل شي أخطر. الفيروسات عم تكثر والكمامات لبستنا، فشكل السنة هاي هنعيشها بغرفتنا.
المجتمع اللي أنا فيه الآن لحد الآن يعني الرقص فن عندهم إشي معدوم نهائياً. نعم، وهذا هو السبب والدافع اللي خلاني إنه انضم لهاي الورشة. I've had a lot of freedom and I've lived with a sense of play. I bring in my sense of play in dance. Dance has allowed me to play and I've had the time and opportunity to dance, which most people don't have. حرية التعبير الفني إنه لما تحكي أنت حرية تقدر تعمل اللي بدك إياه، ممكن توصل أنت الأفكار اللي بدك إياها. I think that with freedom comes responsibility, and with freedom comes always context. So it is really about why is somebody looking for freedom? Is it because there's a reference point they're trying to move away from? Is it because there is a reference point they're trying to move towards? Is it because they're trying to shift an idea? After dancing and expressing some emotions, I'm feeling better. I've never tried anything like this, dancing with other people. كانت هاي يعني أول تجربة أخوضها وهي رائعة جدا.